أيها الحفظ الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الأفاضل في كل مكان، هكذا إذا تابعنا معكم هذه المنافسات وهذه التحديات الصباحية وسباق هذا اليوم الذي خصص أيضا لفئة الحولي والزمول. تهانينا لكل الفائزين معنا في الأشواط السابقة. هذا هو شوطنا الختامي، شوطنا الثاني عشر الذي يحمل فئة الحول المهجنات لهجن أبناء القبائل. نتمنى التوفيق لكل المشاركين. نسير إلى المراكز الأولى، نتابع البداية، نتابع الصدارة والمركز الأول. محذاف بالمركز الأول، ثاني بن عبيد بن سعيد بالكديدة الفلاسي يتقدم مع محذاف بالمركز الأول، بينما المركز الثاني مشاهدين الأعزاء تأتينا القادمة راية لسعيد بن مطر بن حميد الخاطري، يقدم لنا راية في ثاني المراكز. وفي المركز الثالث الذهيبة تتقدم لمحمد بن سعيد بن محمد بن أحمد بو إبراهيم، يقدم لنا الذهيبة. كما تابعنا أيضا لبيبة في شوطنا السابق، الآن الذهيبة تأتينا للمركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع هنا راهية لحمد بن سعيد بن مطوع بن ضحي الكتبي، قادم في المركز الرابع. المركز الخامس تعويض لراشد بن محمد بن عبيد المسافري، قادم في المركز الخامس. بينما المركز السادس الوصول من غالية سلطان بن راشد بن عبد الله الخاطري، يقدم لنا غالية على المركز السادس. وفي المركز السابع، سابع المراكز، تصل إنذارة لنواب نوح بن أحمد البلوشي، يقدم لنا إنذارة على المركز السابع. وفي المركز الثامن القادمة هي الطائف لنواب نوح بن أحمد البلوشي، يقدم لنا الطائف في المركز الثامن. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء، ومراكزنا الأولى المتقدمة الحاضرة والمنافسة في هذا الشوط. النداء الأول انتهى وتعرفنا على الأسماء معكم سويا، لنعود من جديد إلى البداية، إلى الصدارة وإلى المركز الأول. محذاف يا محذاف تتقدم بالمركز الأول لثاني بن عبيد بن سعيد بالكديدة الفلاسي، يقدم لنا انطلاقة محذاف في المركز الأول في الكادر الأول. المركز الثاني راية لسعيد بن مطر بن حميد الخاطري، يقدم لنا راية على ثاني المراكز. والمركز الثالث راهية لحمد بن سعيد بن مطوع بن ضحي الكتبي، قادم في المركز الثالث. بينما غالية في المركز الرابع لسلطان بن راشد بن عبد الله الخاطري، يقدم لنا غالية في رابع المراكز. والمركز الخامس تعويض راشد بن محمد بن عبيد المسافري، يقدم لنا تعويض. المركز الخامس، سادس المراكز، تأتينا الذهيبة لمحمد بن سعيد بن محمد بن أحمد بو إبراهيم، قادم في المركز السادس، قادم مع الذهيبة في سادس التحديات. المركز السابع، المركز السابع إنذار أهل نواب بن نوح بن أحمد البلوشي. والمركز الثامن الطائف أيضا لنواب بن نوح بن أحمد البلوشي. هذه المراكز الأولى مشاهدين الأعزاء، دخلنا في المنتصف الآخر، منتصف المسافة 3 كيلومترات انتهت، وبقى لدينا فقط 3 كيلومترات، ولا زالت الأسماء تسير في موقع التنافس، في موقع التحدي والإثارة. ونحن نتابع مع كل الحاضرين والمتابعين انطلاقة هذا الشوط. لا زالت محذاف في المركز الأول مع البداية والصدارة. شعار بو عبيد هنا يتقدم بالمركز الأول، ثاني بن عبيد بن سعيد بالكديدة الفلاسي، يقدم لنا انطلاقة محذاف على المركز الأول على المسار الأول. يا سلام يا محذاف. المركز الثاني راية لسعيد بن مطر بن حميد الخاطري، يتقدم بالمركز الثاني. المركز الثالث غالية سلطان بن راشد بن عبد الله الخاطري، قادم يقدم لنا غالية الحاضرة بهذا الأداء المميز والأداء الجميل. المركز الرابع، رابع
راهية وشعار بن ضحي قادم مع راهية حمد بن سعيد بن مطوع بن ضحي الكتبي قادم في المركز الرابع والمركز الخامس تعويض راشد بن محمد بن عبيد المسافري وصلت انذارة تحركت انذارة نواب بن نوح بن أحمد البلوشي قادم في المركز السادس المركز السابع هناك الذهيبة لمحمد بن سعيد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم قادم يقدم الذهيبة الحاضرة في المركز السابع والمركز الثامن الطايف لنواب بن نوح بن أحمد البلوشي 2 كيلومترات ما بقى عن خط النهاية ما بقى عن وصولنا إلى الناموس وإلى الانتصار ولا زالت بالمركز الأول محذاف هذه محذاف تشاهدونها بالمركز الأول ثاني بن عبيد بن سعيد بالكديد الفلاسي ولكن راية غيرت إلى المركز الأول انتقلت إلى المركز الأول لسعيد بن مطر بن حميد الخاطري من يقدم لنا راية على المركز الأول المركز الثاني محذاف ثاني بن عبيد بن سعيد بالكديدة الفلاسي المركز الثالث غالية سلطان بن راشد الخاطري قادم يقدم لنا غالية المركز الرابع تأتينا الواصلة الحاضرة راهية حمد بن سعيد بن مطوع بن ضحي الكتبي المركز الخامس القادمة تعويض راشد بن محمد بن عبيد المسافري بينما الوصول من انذارة نواب بن نوح بن أحمد البوشي وهناك أيضا الواصلة القادمة الذهبة لمحمد بن سعيد بن محمد بن أحمد إبراهيم والواصلة الطايف نواب بن نوح بن أحمد البلوشي ولكن العودة إلى الصدارة إلى المركز الأول إلى أبو مطر إلى راية سعيد بن مطر بن حميد الخاطري يقدم لنا راية على المركز الأول المركز الثاني غالية سلطان بن راشد بن عبد الله الخاطري يقدم لنا غالية وصلنا الكيلو الأخير وصلنا الكيلو الخطير المتر الأخير الكيلو متر الخطير محذاف في المركز الثالث ثاني بن عبيد بن كديدة المركز الرابع القادمة راهية حمد بن سعيد بن مطوع بن ضحي الكتبي ولكن غالية غيرت المسار غالية بالمركز الأول سلطان بن راشد بن عبد الله الخاطري يقدم لنا غالية في المركز الأول بهذا الأداء ولكن بن ضحي قادم يقدم راهية حمد بن سعيد بن مطوع بن ضحي الكتبي ولعت المنافسة المركز الثالث راية لسعيد بن مطر بن حميد الخاطري المركز الرابع عادة محذاف ثاني بن عبيد بن كديدة الفلاسي وين يغادر الناموس وين لا زالت غالية المركز الأول لسلطان بن راشد بن عبد الله الخاطري ولكن راهية تجاوزت من الجانب الآخر تجاوزت سبوق ما تقهر اللمة ومرشح الشوط ما ترخي عزايمها هذه راهية بالمركز الأول تغادر بالناموس تغادر بالانتصار حمد بن سعيد بن مطوع بن ضحي الكتبي أهالي الهير سلام إلى الهير سلام راهية سلام تهانينا لحمد بن سعيد بن ضحي الكتبي على الفوز والانتصار سلام إلى الهير سلام تهانينا والناموس لحظات الوصول غالية وراهية ولكن خلاص غادرت راهية حمد بن سعيد بن مطوع بن ضحي الكتبي المركز الثاني غالية لسلطان بن راشد بن عبد الله الخاطري المركز الثالث راية لسعيد بن مطر بن حميد الخاطري المركز الرابع مع بالكديدة مع محذاف ثاني بن عبيد بن سعيد بالكديدة الفلاسي المركز الخامس تعويض راشد بن محمد بن عبيد المسافري هكذا مشاهدين الأعزاء كانت النتيجة لشوط الختام لشوط الوداع تهانينا لمالك راهية حمد بن سعيد بن مطوع بن ضحي الكتبي تهانينا لكل الأخوة الفائزين لصباح هذا اليوم هكذا نأتي إلى ختام هذه المنافسات الصباحية لكم تحياتي محدثكم خلف المايك محمد بن عبد الله المسوري تحية مخرجنا أحمد البلوشي تحية أيضا محمد بن سالم الدعيفس وكل اللجان العاملة